قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. لقد جاءكم، قد هذه لها فائدة أخذت معنا في النحو، وفائدتها ظاهرة من هذه الآية. لقد جاءكم، قد كما قلنا تقرب الفعل الماضي من زمن التكلم، فقولك جاء زيد يختلف عن قولك قد جاء زيد، فإن في الجملة الأولى جاء زيد هو جاء في أي زمن مضى، وقد يكون هذا الزمن بعيدا، لكن إذا قلت قد جاء زيد فإن مجيئه قريب من زمن تكلمك. وهنا لقد جاءكم، وفي هذا تقريب لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من زمن هؤلاء، فإنه ليست هناك مسافة طويلة في الزمن بينكم وبينه، إنما مجيئه قريب من زمنكم يعيش بينكم، تعرفون أصله وتعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه وتعرفون ما هو عليه في طفولته وفي صباه وفي شبابه وفي كهولته. والخطاب هنا إذا قلنا بهذا لابد أن يكون على هذا الكلام أن يكون الخطاب موجها للعرب، لأنه لو كان خطابا موجها للجميع فإن الزمن طويل. وحتى لو قيل هذا الخطاب هو لجميع البشرية فإن الزمن ليس بطويل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتف، فالأمر قريب جدا، فيكون حالنا مثلا مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قريب ليس بعيدا.